تعاني من تلال او التلال او الزوائد الجلديه. الوصفه ديال اليوم وصفه ديال الاخت ديالي اللي كانت كتعاني من التلال في اليدين ديالها، ما خلات ما جربات، دارت الدواء ديال الطبيب، دارت الدواء ديال الصيدليه، دارت وصفات طبيعيه والحمد لله، اللهم لك الحمد. هاد الوصفات اللي غنبارطاجي معكم اليوم الوصفات اللي تصدعوني، اللي تهنات منهم بصفه نهائيه وما بقاوش رجعوا ليها، واخا يكون عندكم قديم ولا جديد غتهناو منه. وحنا بغينا منكم غير دعوه الخير فقط ورحمه الوالدين. خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. اهلا الغزالات ديالي، كدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كيف قلت لكم في المقدمه ديال الفيديو، الوصفه ديال الاخت ديالتي ماشي ديالي، كانت كتعاني مسكينه من التلال في اليدين ديالها لدرجه ان ما كانتش كتقدر تعري يديها. جات هذيك النتوه اللي كتولد ليها بالزربه في اليدين ديالها، ما خلات ما جربت الدواء ديال الطبيب، الدواء ديال الصيدليه، وصفات طبيعيه، ما خلات ما دارت. اخر حاجه ليها هما هاد جوج وصفات اللي غنبارطاجي معكم اليوم، وكانت ديما كتقول لي ناديه بارطاجيهم مع البنات وخليهم يدعوا معنا برحمه الوالدين. كنقول ليها راه مازال الاخوات ما طلبوهمش مني، ومؤخرا قريت في التعليقات ان شي اخوات بغاوهم، قلت لها دابا هذه هي الوقيته اللي بغاوهم فيها الاخوات نبارطاجيها معاهم، وبغيت منكم دعوه الخير ورحمه الوالدين لينا فقط لا غير. الوصفه ناجحه وصدقيني غديريها وغتهني بصفه نهائيه، لا من التلال او لا من الزوائد الجلديه، غيمشيو بصفه نهائيه واخا يكونوا قدام او لا جداد. المهمه غزالات ديالي وصفه طبيعيه ومجربه 100% وناجحه، وكيف عودتكم ديما وصفات ناجحه وطبيعيه. خليكم معايا ندوزو لطريقه التحضير لاول وصفه وثاني وصفه، ومرحبا بكم عندي. المهم غزالات ديالي، بالنسبه لاول وصفه غنحتاجو واحد 3 ريوس ديال الثومه. الثومه من الاحسن تكون عندنا الثومه الحمراء، الثومه الحمراء احسن من الثومه البيضاء. صافي غناخدو واحد الحكاكه وبلا ما تقشعروها بلا ما حتى شي حاجه، غير حكوها في ديك الحكاكه الرائعه حتى كيبقى عندكم غير ديك القشره في ايديكم. وبالنسبه للثومه راه عندها واحد بزاف ديال الفوائد فعاله في ازاله التلال، كتعتبر مضادات للميكروبات، فواحد الماده اللي كتقضي على التلال وكتخلصك من العدوى. صافي كتحكوها مزيان في الحكاكه، انا هاد الطريقه كنديرها حتى ملي كنبغي نطيب ما كنقشرش الثومه غير كنحكها. مهم، وغنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، راه كتباع في الصيدليه، راه دايره غير 5 دراهم. سيروا الصيدليه راه زوينه حتى هي، في واحد الماده اللي كتقضي حتى هي على الفيروسات وعلى الميكروبات. وغنضيفوا ليها نص حامضه، غير غتعصروا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال عصير الحامض او عصير القارص، حتى هو راه كيقضي كيقتل البكتيريا والفيروسات اللي كتكون في المنطقه اللي فيها التلال، كيحرق وكيدمر الجلد. الحموضه اللي كتكون متواجده في الحامض كتدمر الانسجه اللي كتكون ديال التلال. صافي من بعد غتحركهم حتى كتولي بحال العجينه. شوفوا ملي كتضيفوا دوك المكونات مع بعضياتهم، الثوم كيولي بحال الشكل ديالو بحال البطاطا كيتهرس. شفتوا كيفاش كيولي؟ ها انتم البنات، راه وصفه ناجحه وربي شاهد عليا، غير جربوها البنات. طريقة الاستعمال، أنا غرسم لكم التلالة بحال هكا. غتبداو بأول تلالة كانت عندكم لأن هذيك هي الأم ديالهم. أنا أختي مسكينة راه كانت كديرها الإيدها كاملة، وكدير الأقطن وكدير الليقة، لأن راه ما يمكنش لأن جوها بزاف في إيديها. صافي غتاخدي الخل أو الحامض وغتعقمي داك المكان ديال التلالة، وغديري ليها واحد شوية المساج هو الأول، غتحركيها اليمين واليسار. عاد باش غتاخدي واحد الكمية ديال التوم وغتحطيه عليها. صافي وغديري القطن وغديري فوق منها لاصق طبي باش هكا تبقى الوصفة مثبتة على التلالة. وكيف قلت لكم أختي مسكينة راه كانت كديرها لإيدها كاملة، وكدير القطن على إيدها كاملة، وكدير الفاص كدير الليقة البنات الليقة، باش هكا كتبقى مثبتة ليها وكتخليها ساعة، ومن بعد كتحيديها. وهذا الشيء اللي غيبقى لك احتفظي به في شعلبة هكا باش تكرري العملية النهار الثاني إلا ما تحيدش. هو راه من ثاني يوم لثالث استعمال راه كطير ديك التلالة، راه ما كتبقاش نهائيا. صافي من بعد ما كتحيدي الوصفة اشنو غديري؟ غتاخدي عاوتاني الخل وغتعقمي داك المكان باش كتدمري الأنسجة ديال التلالة. صافي هذه الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه غنحتاجو فيها الباذنجان او الدنجال، غناخذو القشور ديالو غير القشره، ما توصليش لديك البيضه، غير القشره من الفوق حاولي تاخديها. هذه الوصفه الثانيه اللي كانت كدير، راه كنشارك معكم وصفات ناجحه وربي شاهد عليا، غير ديروها مع البنات، ديروا النيه وتبعوا الوصفه وان شاء الله راه ما غيكون غير الخير باذن الله. غير جربوا كيف كتعرفوا ديما انا ما كنعطيكمش وصفات على ود انني باش نربح المشاهده، انا راه عندي ثقتكم
فيا انكم كتثقوا فيا. عندي كنز، هذا كنز بالنسبه ليا انا. صافي غناخذوا الباذنجان غنقشروا بالطريقه كيف وريتكم، وغتاخذي واحد ورقه الالومنيوم وغتحطي فيه داك قشور الباذنجان. راه مصدر جيد للحديد، غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده، راه ممتاز. صافي غديريه بالطريقه كيف وريتك، وغتحطيه فوق البوطه، غتشعلي البوطه وغتنقصيها، وغتحطي داك البابي الومنيوم ومره مره قلبيه، يعني قلبي. صافي من بعد ها نتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيولي ملي كيتحرق. شوفوا هاد الوصفه هذه غزاله البنات، وهاد جوج وصفات هادو اللي انا بارطاجيت معاكم راهم ناجحين البنات، غير ديروهم. صافي غزالات ديالي انتما غتاخذوهم، وغتاخذوا شي مهراز عندكم، لانه ما غيبغيوش يطحنوا لكم هكا في مولينكس اولا في ديال العطريه. من الاحسن خدي مهراز ودقيهم، ودقيهم مزيان، راه دغيا كيدقوا. صافي دقيهم وغنوريكم الطريقه اشنو غنضيفوا ليهم باش هكا تكون الوصفه كامله مكموله. وبالنسبه للتولال راه ملي كتحطوا عليهم الوصفه راه غيبدا يبان لكم اللون ديالو غادي وكيتبدل، يعني غادي وكيكحل، باش ملي كتكحل التلاله راه ديك الساعه راه غادا تحيد. ما تخافوش البنات الا كنتو كديروا الوصفات وبانت لكم التلاله غادا وكتبدل اللون ديالها كيولي اللون ديالها اسود، راه كذا غتحيد. اشنو غنضيفوا عليه؟ غنضيفوا عليه واحد المعلقه ديال ملح الطعام، الملح ديال الطعام، الملح اللي كناكلو. ها انتم شوفوا الشكل ديالو من بعد ما دقيناه، غضيفي عليه معلقه ديال الملح ديال الطعام ومعلقه ديال الخل التفاح، حتى هو راه كيقتل البكتيريا والفيروسات اللي كتكون في المنطقه اللي كيكون فيها التلال، كيحرق وكيدمر الجلد. الحموضه اللي كتكون هي متواجده في الخل راه كتدمر الانسجه. هذه هي الوصفه، طريقه الاستعمال اشنو غديروا. المكان اللي عندكم فيه التلال ديما قبل ما ديري الوصفه ضروري ومؤكد خاصك تعقمي المكان هو الاول، كتعقمي يا اما بالخل يا اما بالحامض اللي متوفر عندكم، وهذه التلاله وكديري لها المساج هو الاول عاده باش كطبقي على الوصفه. بالنسبه للوصفه كطبقيها وكديري فوق منها القطن باش كتثبتي الوصفه باش ما تتعمركش، وكديري لاصق طبي وكتخليها ساعتين. الوصفه الاولى كتخليها ساعه، وهذه الوصفه هذه الا كنتي بغيتي ديري هذه الوصفه هذه كتخليها ساعتين. من بعد ما كتحيديها ضروري ما تعقمي المكان ديالها. وبالنسبه للوصفات احتفظوا بهم هكا في الشعلب صافي، وبقاو ديروهم. راه من ثاني استعمال ثالث استعمال غتهناو من شي حاجه سميتها التلال او الزوائد الجلديه، غادي تشوفوا اللون ديالهم غادي يولي داكن وغيطيحوا بوحديتهم. وهذو هما الوصفات اللي دارت اختي، والحمد لله اللهم لك الحمد لقات عليهم نتيجه. ديري الوصفات ديال اليوم هما هادو هما جوج وصفات اللي اختي الحمد لله اللهم لك الحمد شافات بالفضل ديالهم والفضل ديال الله سبحانه وتعالى. وانا ما بغيت منكم والو، دعوة الخير فقط، دعوا معنا برحمة الوالدين، وشكرا لكم بزاف بزاف، وإن شاء الله نطلعوا في فيديو جديد في وصفة جديدة، ومع السلامة وبوسة كبيرة لكم.